مرحبا. أنا اسمي أروى الأدحمي وصديقتي لارا حمضل. أنا الطالب قيس العملي. لورين مناع. خالد خليل. وإحنا درسنا فصل في خاين أسبانيا، وأنا حابة أحكي لكل طالب يشاركوا في هالبروغرام عشان كثير تستفيدوا أشياء وتتعلموا أشياء جديدة. أثناء دراستي في جامعة القدس حصلت على فرصة تبادل الطلابي في جامعة خاين في إسبانيا لمدة فصل دراسي واحد. خلال فترة التبادل اللي قضيتها في فرنسا في جامعة سيونس بو اللي هي من أفضل جامعات على مستوى فرنسا في العلوم السياسية، حظيت بفرصة لقضاء فصل دراسي واحد في جامعة مازريك في جمهورية التشيك. التجربة كانت غنية على الصعيد الأكاديمي والثقافي والشخصي أيضاً. فادتني على الصعيد الشخصي والتعليمي، اكتسبت مهارات وخبرات من الأكاديميين في الجامعة هناك وبرضه من الطلاب اللي كانوا من مختلف دول العالم. بالنسبة إلي كانت أفضل تجربة ممكن تكون في حياة الواحد، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو الأكاديمي والدراسي. تعرفنا على كثير طلاب من وين ما كان، من جرماني، كولومبيا، انديا، مكسيكو، ايطاليا. في اسبانيا وفي جامعه خاين تتمتع في انظمه تدريسيه متطوره ومتقدمه. بنصح كل طالب انه طالبه ما يترددوا بالتقديم لهذا النوع من البرامج لانها كثير مفيده. بحب جامعة القدس وبشكر جامعة القدس على هاي الفرصة. أديوس وموتشس غراسياس لجامعة القدس. شكرا جامعة القدس. ميرسي بوكو القدس يونيفرسيتي.